الثوار ولاد عمار، جماعة واد نعناع. دابا عندي واحد الدريري مريض ليا عنده 7 سنين، جريت فيه ما خليت فيه ما الغالب الله، جريت خليت مشيت لدار بيضاء، مشيت لهادي وعامل لاوط مع القضية ما عديش وما لقيتش الغالب ربي، وبغيت مني تعاون معايا، شمو حسيني تعاونوا معايا ووقفوا معايا في سبيل الله خلصهم الله. تزاد بحال كواك ما عرفتش، دابا تزاد مريض ما عرفتش انايا داكشي ديال الله سبحانه وتعالى، واليوم جريت فيه ما خليت طا بلاصة، ما خليت فين مشيت فيه، ما كنتسول والو، تا واحد يقول غادي نتعاونوا معاه غنديروا معاك، ما كاين حتى حاجة، تا واحد ما دار معايا حتى حاجة، ما داروا معايا، ما خليت فيه حتى بلاصة. واليوم راه كنطلب الله يخلصهم، اللي بغى يدير معايا شي حاجة المحسنين الله يخلصهم هما اللي يوقفوا معايا. في السبيطارات في بيريز وفي أي سطات، شحال من واحد يقول لك غادي المحسنين يتعاون معاه، غادي نديروا معاه غادي حتى حاجة، ونعيط ليهم ويدووا معايا ويديروا معايا، وما عديش والو، الفلوس ما عديش فاش تلقى والو. كيقول لك راه غادي حق تجيبي لعندنا ونتعاونوا معاك ونوقفوا معاك، كنمشي ندوي معاهم وتا حاجه ما كاين، وانا خدام بكتابي دابا اللي صورتها كناكل معاك عاد، وملاوطه مع الناس، مقابل لواحد دايريه مع 5000 السيمانه كنتصيرها وندير ما كاين، عادي الدواء عادي ليكوش عادي والو ما عديش. ودابا كنطلب الله يخلص اللي دار معاه شي حاجه مزيانه.